حكاية ليست خيالية في الغالب، لأن قصص الحب تعبر الحدود والأديان وتقفز من هذا الكتاب لتصبح بين الروايات الأكثر مبيعاً العام، وتفرض جدلاً لا يكاد ينتهي عن التعايش لحد العشق. هي قصة آدم وحواء، فمتى ما حضرا طلت حكاية البدايات الجميلة، تلك التي لا يرى فيها المعشوقان سوى سحر اللحظة، متناسين ما قد تؤول إليه النهايات. كان لها علاقة جدا جدا، يعني احد المرات اللي حسيت انت مع امرأة كان معي بنت اسرائيلية، وما كانش في اي حاجز. لما في حب ما فيش حواجز، وهذا بيكون اشي واقعي وعادي يعني بالنسبة لإلي وكمان لإلها. طبعا نظرات المجتمع، كيف الرقابة الاجتماعية بتطلع، طبعا العنصرية بتفوت هناك. الأمر لا يهمني إن تقبل المجتمع أم لا قصة حبي، والناس والقريبين مني لا يهتمون بذلك أيضا، ولكن لا أشك أن الأمر يشكل تحديا لمن يعيش في إسرائيل. أفكر أنه ربما ترك البلد قد يكون حلا. ليست رواية درامية، ولكنها قصة مقتبسة من شخوص حقيقيين، فرضت نفسها بين الكتب الأكثر مبيعاً في إسرائيل للعام 2015. مرة لما حكت عن حب بين فتاة يهودية وشاب فلسطيني، ومرة أخرى لما أثارت جدلاً وزارياً ما غير مصير هذه الرواية. أعتقد أنه كتاب ناجح، فهو قصة حب كشفت عن خلل سياسي ومجتمعي، اعترفنا به أم لم نعترف، وهذا كان سبب البلبلة التي حصلت من منع تعليم الشباب الصغار هذا الكتاب في المنهاج، وهو يعكس الواقع، بخلاف أن الكاتبة أرادت أن تقلب النتيجة بشكل مجازي وأن يغرق حبيبها العربي بدل الفكرة المتداولة للتخلص من اليهود. مات الحب وعاشت قصته للأبد، هكذا أرادت الكاتبة لابنة أناملها جدار الحياة، وإن تعمدت كل الجدل الذي أثير حول الرواية أو تفاجأت به كما الجميع، إلى أنها مسحت آراء بلد بأكمله قرأ الرواية أو سمع حكاية شبيهة ذات مرة. هنا الحب يقف عند جدار أو بضع يحتار بين ديانة وسياسة وأعراق، ما عادت تفرق السبل في بقاع أخرى من الأرض. لليوم على الحرة، مرفت العزة من تل أبيب.